السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم على الطاولة. طائرات اليمنية ومفاوضات عمان، الحوثيون يضغطون بالرهائن مجددا، لا يعبؤون بشيء، لا يكترثون لشيء، لا يهتمون بأحد ولا يقدرون أحدا، لا يملكون قرارا ولا يفون بوعد. معهم يتعثر الجهد السياسي كلما تقدمت الأيام، بهم تتغير معادلات الحقيقة والقوة لصالح الزيف والأوهام. الحوثيون كامتداد إمامي كهنوتي هم الوجه الأشد سوءا في تاريخ اليمن. اختطف الحوثيون رهائن جديدة، اختطفوها كرد فعل أهوج على قرارات اقتصادية تأخرت كثيرا، لكن اختطفوها بالأساس لغرض الجلوس على طاولة المفاوضات ولديهم أوراقا. أي سوء يعبرون عنه بمثل ذلك؟ لا يهم كم يعاني الوطن والمواطنون بسبب قرصنة الجو اليمني بعد البر والبحر، ليس في بالهم حتى غير حساباتهم الضيقة المريضة، بل أعلنوا بأعلى صوتهم بأنهم يستعدون لحرب جديدة على الشعب اليمني، مهددين الأشقاء أيضا بإزاء ذلك. بإزاء الأحداث الأخيرة، اجتمع مجلس القيادة الرئاسي وشكل لجنة للمتابعة وأدان الحادثة التي اعتبرها جريمة إرهابية مكتملة الأركان قامت بها الحوثية. على الطاولة بعد الفاصل. مجدداً أهلاً وسهلاً بكم إذن إلى المحور الأول من حلقة اليوم، الحلقة التي تتحدث عن الطائرات اليمنية ولكن بربطها بالمفاوضات في عمان، والتي أعلن أو ترددت أنباء عديدة أنها يمكن أن تنطلق غداً في عمان. إذن الحوثيون يضغطون برهائن جديدة، هذه المرة طائرات الخطوط الجوية اليمنية. المحور الأول عن فتح الطرق البرية وإقلاق وقطع الطرق الجوية، هذه المعادلة يمكن أن نقرأ بعض تفاصيلها مع ضيفي البروفيسور عبد الوهاب العوج الأكاديمي والباحث السياسي عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. وأيضا أهلا وسهلا دكتور، ويسعدني أيضا الترحيب بزعفران زايد مستشار وزارة حقوق الإنسان الناشطة السياسية والحقوقية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. إذن مرحبا بكما إلى حلقة اليوم. أبدأ معك بروفيسور عبد الوهاب، في أي سياق تأتي ثنائية استجابة الحوثيين لمقترح الحكومة اليمنية بفتح الطرق البرية، بعض الطرق طبعا، نتيجة جهود دبلوماسية سعودية عمانية كما أعلنت صحيفة عكاظ بالأقل قبل يومين، وهذه من جهة، ثم احتجاز طيران اليمن وهو ينقل حجيج بيت الله الحرام من جهة ثانية، الثنائية تبدو متعارضة، أليس كذلك؟ نعم طبعا أستاذ إبراهيم، الحوثي هو يحاول أن يلمع نفسه من خلال فتح طريق الحوضان القصر وباتجاه مدينة تعز، لكنه أيضا يفشل في فتح الطرق الرئيسية الأخرى ويهدد الملاحة الجوية من خلال اختطاف الطائرات التي تمت، سواء في الطائرة الأولى التي لها الآن أكثر من شهرين، أو مصادرة أرصدة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوحيد الآن للجمهورية اليمنية، ثم يختطف ثلاث طائرات أتت تباعا وكان خطأ ارتكبته قيادة الخطوط الجوية اليمنية بإرسالها ثلاث طائرات، إحداها هي من أكبر طائرات الأسطول اليمني الصغير، يعني تصل سعتها إلى 277 راكب، هناك 120 مليون دولار احتجزتها ميليشيات الحوثي، وبالتالي فالتشغيل للطيران اليمني هو صعب جدا،
وكان الحقيقة تم يعني اتخاذ القرار من قبل الجهات السعودية بأن يفوجوا خلال 10 أيام، ولذلك أرسلوا 3 طائرات متتابعة لكي تعود وتحمل حجاجا آخرين. للأسف الشديد أن الحوثيين لا يأبهون للسلام ولا للمواطنة. انظر كيف يقومون بمحاصرة الحجاج. الآن الحجاج عالقون في مدينة جدة، وقد نفذت كل مدخراتهم لأنهم قطعوا تذاكر ذهاب وعودة، وبالتالي فالحوثيين لا يمكن الركون إليهم لا في مشاريع سلام ولا في أي اتفاقات قادمة دون أن يكون هناك تحكيم للمرجعيات التي أقرتها الأمم المتحدة من خلال الفصل السابع في مجلس الأمن بالقرار 22/16 والقرارات الأخرى. وبالتالي فما يقوم به الأخوة في المملكة العربية السعودية أو في سلطنة عمان هي جهود ستذهب أدراج الرياح، لأن الحوثي لا يعتزم السلام ولا يتجه نحو السلام، وبالتالي هو يفتح طريقا صغيرا ويقفل عشرات الطرق الهامة، ثم يهدد الملاحة الدولية ويهدد البحر الأحمر، ثم يذهب باختطاف الطائرات ويمنع تصدير النفط والغاز. يقوم بأعمال لا يمكن أن يقوم بها عاقل، يدمرنا ويدمر نفسه ويدمر الشعب اليمني للعودة إلى نظام كهنوتي سلالي لا يمكن القبول به في هذا العصر وفي هذا الزمن، زمن النانو تكنولوجي. نعم، ربما أيضا سأعود إليك للحديث عن الطرق في تعز وكيف تتصاعد عملياته العسكرية هنالك، وأيضا ما يمكن أن تكون من مخاطر جراء يعني هذه الخطوة التي وافق عليها لأغراض إلى الآن لا تفصح اللحظة عنها حوثيا، هي يعني مباركة مجتمعيا، مباركة أيضا من الحكومة الشرعية، لكن هنالك غموض يكتنفها بعض الشيء. أذهب لزعفران زايد، في تساؤلنا الأول أخذنا جانب تلك السياقات أو الثنائيات المتعارضة، هذه ثنائية جديدة، كيف يفسر تعمد الحوثيين بإقلاق ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بالعمليات الدعائية المبرمجة كما يرى البعض، تاليا الجو من خلال اختطاف طائرات اليمنية، ثم يقول أنه يمكن أن يجنح أو أن يذهب في خطوات سلام أو مفاوضات أو ما إلى ذلك؟ شكرا جزيلا. عهدنا الحوثيين أو بمعنى صح الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن، عهدناها دائما أن تعمل مقدمة لكل مفاوضات ولكل عمليات أو خطوات للسلام. هذه المقدمة دائما تكون عبارة عن حملات مسعورة يصاب بها يكون هم الضحايا الأولى الأولين يعني فيها، حملات اختطافات، اعتقالات، ممارسات إرهابية. لعل ما حدث في البحر الأحمر يعني من تمثيليات وتنسيق أمريكي حوثي، أنا أصلا تنسيق من الدرجة الأولى، لأنه كل العمليات التي قامت بها الميليشيات الحوثية في البحر لم تصب إلا سفن يابانية، نرويجية، إسبانية، كلها من الدول التي تؤيد القضية الفلسطينية والتي تقف مع الفلسطينيين وتدعم حقوقهم. أما بالنسبة للناقلات الأمريكية وغيرها يعني البريطانية والإسرائيلية أيضا لم يتعرض لها الحوثيين ولا حتى بطلقة واحدة، لأنه يعرف أن رد الفعل سيكون عنيف. وفي نفس اللحظة يعني هنالك تنسيق، حاملة الطائرات مشت وشقت طريقها نحو عبر البحر الأحمر، لم يمسها سوء من قبل الحوثيين، وإنما قام بالقرصنة على السفن التجارية التي تعتبر بمثابة سفن مدنية لا علاقة لها أصلا بالحرب، وليست حربية ولا تحمل أسلحة ولا شيء. يعني هذه نعم. المغامرة المضحكة التي تأتي أيضا للفت النظر إلى البحر الأحمر وتغطية المسرحيات هناك والابتعاد عن القضية الفلسطينية والمجازر التي تحدث لأبناء غزة
في فلسطين، لأننا نعرف أن من أشعل الحرب في فلسطين هم الجناح والذراع الإيراني الذي يحاول أيضا تصفية أبناء السنة وإغلاق المنطقة، وأيضا ربما شكل تصفية أبناء السنة في غزة أو في فلسطين سيكون هنالك حرج على الجناح الإيراني أن يفعله كما فعل في اليمن وكما فعل في سوريا. لذلك لجأ للتنسيق على مستوى عالي مع الكيان الصهيوني ليقوم بالدور، وهو يقوم بالمسرحيات والتغطيات، وأيضا يستفيد غسل جرائمه التي ارتكبها في العراق وسوريا واليمن وأيضا لبنان. فالمسرحية أصلا مكشوفة، وأنا لا أعتبرها أصلا مغامرة، ومن يؤمن أصلا بأنها مغامرة أو عملية عسكرية فإنه يعني يعتبر شخص مغفل، لأنه توجيه أسلحة ومقذوفات ناحية سفن تجارية ليس بالعمل البطولي، بل هو عمل إرهابي وقرصنة لن يتضرر منها إلا اليمنيين. نعم. بالنسبة لاختطاف الطائرات، هو عبارة عن منهج تعودت عليه الميليشيات المدللة. أنا لا أعرف لماذا هي أكبر ميليشيات مدللة على مستوى العالم، يعني ربما لأن هنالك لأنها عبارة عن أجندات، وهم عبارة عن أفراد وعصابات مستخدمون لتنفيذ سياسات دولية معينة. هذه السياسات هي من تقوم بدعم هذه القرارات وبدعم أصلا وجود الميليشيات الحوثية من أساسه واستمراره في اليمن، ومحاولة أيضا فرضه ككيان سياسي داخل المجتمع اليمني، مع أن الأحداث تثبت أنه لا يمكن أن يكون حتى جماعة سياسية أو ينتمي لا للنسيج الاجتماعي اليمني ولا حتى منتمي الأحزاب السياسية اليمنية، لأنه أصلا لا يمتلك أي منهجية أو أي معايير، وحتى نعم. لم يقم بأي خطوة مما تقوم به أي أحزاب سياسية أو أشخاص سياسية. نعم، سأعود إليك. سأعود إليك زعفران. إذن أذهب للدكتور عبد الوهاب العوج. إذن الحوثي يستخدم هاتين الأداتين على الأقل اليوم، واضح أنه يستخدم هذه الطريقة باختطاف الطائرات. لماذا لا تقوم الحكومة اليمنية هي بمعاقبة الحوثي بإجراءات تشل حركته أقلها؟ أيضا لماذا لا يتم التنسيق مع المنظمات الأممية لإيقاف هذا العبث من خلال إيقاف التعاطي مع إرهابيين يقومون بمثل هذه العمليات؟ أين هي الحلقة المفقودة في مثل ذلك؟ أعتقد أن الحكومة الشرعية مطالبة الآن بوقف أي رحلات إلى مطار صنعاء حتى للأمم المتحدة أو للمبعوث الدولي أو حتى لمحمد عبد السلام بليت الذي يستخدم مطار صنعاء مع فريقه الحوثي بالتنقل ما بين صنعاء ومسقط في سلطنة عمان. يجب على الحكومة الشرعية أن تكون أكثر جدية وأكثر إيلاما للحوثي، وبما في ذلك أيضا إيقاف الاستيراد عن طريق ميناء الحديدة وإعلام الشركات والمستوردين بنقل ذلك إلى الموانئ الأخرى. تفضل. طبعا استاذ ابراهيم انا كنت ساستكمل. هو طبعا هذا الاجراء يجب ان يتم طالما الحوثي ادعى انه محاصر وانه حصر في مطار صنعاء وحصر في ميناء الحديده، يجب ان يحاصر بشكل فعلي ويشعر ان لكل فعل رد فعل. الحوثي استمرأ ان يقوم باعمال لا تجد من الحكومه الشرعيه رد فعل حقيقي، حينما منع تصدير النفط، حينما منع تصدير الغاز، حينما اوقف الناقله الصافره التي كانت تحتوي على اكثر من مليون برميل من النفط، حينما يهدد المجتمع الدولي في البحر الأحمر وفي الملاحة البحرية، ثم يهدد الملاحة الجوية ويقتنص الطائرات ويختطف الطائرات ويوقف أرصدة الخطوط الجوية اليمنية الناقلة الوحيد لليمن، على الحكومة الشرعية أن تقوم بإدارة الأزمة إدارة حقيقية من خلال معاقبة الحوثي، ولا ننتظر من المجتمع الدولي أو من المنظمات الدولية أن تقوم بما يجب أن نقوم به. للأسف الشديد أن حكومتنا تتخاذل نظرة أنها تخدم المواطنين، أن تخفف على المواطنين، لكن الذي يحدث هو العكس. الحوثي استمرأ حصار المدن، استمرأ حصار المناطق والمحافظات، أوقف الطرق الرئيسية مثل طريق دمس الضالع عدن، أوقف طريق مثلا كرش الحويمي باتجاه عدن
أوقف طريق مثلا حيث الكوخة، أوقف طريق مثلا نهم، أوقف طرق كثيرة هامة جدا، ويستفيد من بقاء ميناء الحديدة مفتوحا على مصراعي، وبقاء مطار صنعاء ينتقل وفود الحوثي من مطار صنعاء بطائرات الأمم المتحدة. على الحكومة الشرعية أن توقف مطار صنعاء بالكامل، أن تغلقه إغلاقا نهائيا، ولديها القدرة ولديها القرارات الدولية، لأن حكومة معترف بها دوليا تستطيع أن تغلق المجال الجوي للحوثيين في مناطقهم، وتغلق البحر من خلال إغلاق ميناء الحديدة ووقف أي سفن تتجه نحو ميناء الحديدة تتجه إلى ميناء عدن. يجب محاصرة الحوثي والاستعداد لمعركة فاصلة. أما ما يتم الآن من محاولة سلام منقوص لا يعتمد على مرجعيات لم يعترف بها الحوثي، ولا يعترف لا بالأمم المتحدة ولا بالوسطاء العمانيين أو السعوديين، وكلها محاولات يعني فاشلة لن تؤدي بنا إلا مزيد من الحرب ومزيد من الدمار، وستصبح المعركة يمنية بدون تدخل لا أمم متحدة ولا دول الجوار ولا دول التحالف العربي. وعلينا أن نكون عند مستوى المسؤولية من خلال قيادة القيادة الموحدة التي تسمى بالمجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسها الدكتور رشاد العليمي. يجب أن يعمل على أرض الميدان وأن يعود كل مسؤولية الدولة إلى الداخل، ويشتغلوا كحكومة حرب في وضع حرب، ولا يقعدون خارج أعود إليك دكتور أعود إليك دكتور أذهب الزعفران. زعفران، إذن من بوابة المعاناة الإنسانية الدكتور أوضح أن هنالك قدرة على إيقاف مثل هذه المهازل الحوثية. إنسانيا يعاني اليمنيون 10 سنوات، أليس الأفضل أن يعاني اليمنيون لأشهر وتنتهي هذه الميليشيات وتذهب أدراج الرياح، أم نظل نأخذ كل هذه المساحات التاريخية والزمنية من تاريخ اليمنيين؟ إنسانيا أيضا كيف يمكن وزن الممارستين الحوثيتين الأخيرتين، فتح بعض الطرق واختطاف الطائرات؟ هل هنا إنسانية وهنا لا إنسانية، أم أنها هنا ألعاب وهنا ألعاب أخرى؟ تفضلي. بالنسبة للمفاوضات التي أدخل فيها الحوثيين منذ اللحظة الأولى، رغم استعمالهم لصفة الميليشيات منذ الزمن الطويل، وهم بالنسبة للمجتمع اليمني وأيضا المجتمع الدولي كان على قناعة بأن هذه هي عبارة عن جماعات إرهابية. وبالنسبة للتراجعات كما شرحت لك، يعني هذا يدل على أن الميليشيات الحوثية تستند على أجندات دولية لها مصالح في بقاء الميليشيات الحوثية كمنفذ استراتيجي وأيضا خادم لهذه الأجندات الدولية. هنالك إشكالية في ربما سلك السماعة لديك أو الاتصال. تفضلي. المبعوث الأممي وجميع المبعوثين الذين أداروا الملف اليمني كانت إحاطاتهم في مجلس على مدى سنوات تتغنى بالوضع الإنساني اليمني وتعرقل تحرير وتقدم الجيش الوطني لتحرير الأراضي اليمنية المحتلة من الجماعات المتمردة التابعة لإيران. على مدار هذه السنوات كانت النغمة هي نغمة إنسانية، والآن ما هو لصالح الإنسان حقيقة؟ هل استمرار الميليشيات كل هذه السنوات؟ استعادة الدولة ومحاسبة الميليشيات الحوثية ومحاكمة كل المجرمين المنضوين تحت لواء الجماعة الحوثية الإرهابية، مثلهم مثل أي جماعة إرهابية، يجب أن تصنف وتحاسب وتعاقب، وأن يكون هنالك نفاذ للدستور اليمني والقانون اليمني. ولكن نحتاج إلى قرارات سيادية والاستمرار أيضا في القرارات السيادية. مثلا أنا أكبر مخاوفي الآن من عمليات السلام القادمة أو أي اجتماعات قادمة أن يكون هنالك ضغط كما يحدث في كل مرة، ضغط على الحكومة الشرعية من أجل التراجع على بعض القرارات السيادية التي أثرت في موازين القوى، ومن بينها طبعا قرارات البنك المركزي التي اتخذها المعبقي.
هذه القرارات ربما هي التي جعلت الحوثيين يقومون بالحملات المسعورة والتي طالت البحر والجو وأيضا طالت الإنسان في كل مكان. يعني هنالك حملات اختطافات ومحاكمات ربما شهد هذا الشهر بالذات، يعني كان شهر عاصف بحملات الاعتقالات التي طالت منسوبي والعاملين في المنظمات الدولية والحقوقية والناشطين والشركات الوسيطة والرجال الأعمال، وامتدت حتى إلى صالات الأعراس واعتقلت الفنانين واعتقلت، يعني هنالك حملات مسعورة تجاه المجتمع اليمني وآخرها الطائرات اليمنية. وأيضا لا تنسى أن يوجد في الطائرات اليمنية الأطقم العاملة في الطائرات اليمنية، هم أيضا محتجزين وهم أيضا رهائن، هناك رهائن بشرية وهناك طائرات أيضا رهائن. هذه العمليات الممنهجة يعني ما الهدف منها؟ من الذي خسر أيضا من استمرار الميليشيات الحوثية؟ أولا الشعب اليمني، ثانيا الحكومة والسيادة اليمنية، ثالثا دول الجوار التي أيضا تأثرت بالعمليات البحرية من بينها المملكة العربية السعودية وأيضا مصر والدول كلها التي تعبر من خلالها السفن عبر البحر الأحمر. هنالك تعطيل للملاحة البحرية وقرصنة واضحة وهنالك أيادي ناعمة تشارك الحوثيين في المسرحية وتساهم أيضا في تلميعهم وكأنهم يواجهون العالم. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر زعفران زايد على مشاركتك معنا اليوم، وأنت مستشار وزارة حقوق الإنسان النشطة السياسية والحقوقية. أذهب للتساؤل الأخير في هذا المحور دكتور عبد الوهاب، عن هذه الدلالات لهذه الأحداث، هل هي دلالات قوة لدى الحوثيين أم ضعف أن يتخذوا هذه الإجراءات التصاعدية رد فعل لقرارات البنك المركزي كما يقال؟ ما هي التأثيرات الاقتصادية المتوقعة؟ سياسيا كيف تقرأ هذه التأثيرات الاقتصادية؟ تفضل. طبعا هي دليل أن القرارات الاقتصادية الأخيرة قد أثرت تأثيرا لا بأس به على الميليشيات الانقلابية، الميليشيات الكهنوتية الحوثية، وبالتالي هم يحاولون الآن أن يقوموا بأعمال لا يمكن أن يقوم بها عاقل. فحينما الآن يستهدفون حجاج بيت الله ومنعهم من العودة واستهداف الطيران الناقل الرسمي الوحيد للجمهورية اليمنية الذي لا زال مركزه الرئيسي في صنعاء، يعني المبالغ التي تم 120 مليون دولار احتجازها منذ أكثر من عام هي لأنها المشكلة أنها تصب في صنعاء، يعني لا زال كثير من الإيرادات الدولة مثل الاتصالات مثل الضرائب مثل الجمارك عائدات ميناء المخا، عائدات كثيرة جدا تصب في البنك المركزي في صنعاء، ولم ينقل القدرة المالية ولا المصارف الرئيسية إلى عدن، هذه حقيقة. هل يمكن عرقلة؟ هل يمكن؟ تفضل تفضل. البنك المركزي حينما بدأ بإجراءات فعلية بدأ الحوثي يشعر بالخطر ولذلك يقوم بمثل هذه الأعمال، يدل على أنه يخاف من تحول الشرعية وحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى عمل فعلي على أرض الميدان، لأنه الحكومة السابقة كانت يعني أعطت للحوثي مجالا أكبر مما يجب، مما جعل الحوثي يظهر كعنتر في المنطقة، يهدد الملاحة الدولية، يهدد السفن، يهدد الآن الملاحة الجوية، وبالتالي فأعتقد أن الحكومة الشرعية في اتجاه صحيح إذا ضيقت الخناق على الحوثي، لا يوجد لدينا مجال لأن نقول معاناة الناس، المعاناة ستستمر وستزداد بوجود هذه الجماعة الكهنوتية الإرهابية، وبالتالي قناعتي أنا أن الوضع الاقتصادي لن يتحسن إذا لم تقم الحكومة بأعمال حقيقية بنقل المركز المالي إلى عدن وجعل دول التعاون ومجلس التعاون الخليجي يدعمون دعما اقتصاديا حقيقيا حتى يتحسن وضع الريال اليمني. انهيار قيمة الريال اليمني يقتل المواطن ويؤثر تأثيرا على كل مناحي الحياة، لا أتحدث عن الخدمات وانهيارها، لا أتحدث عن مسؤولين خارج اليمن يستلمون بالدولار، لا أتحدث عن أن الحكومة القائمة الآن تحاول تلملم أطرافها لأنها مشكلة من فسيفساء التي وصلت باتفاقات الرياض إلى هذا الوضع الهش. نحن نريد للحكومة أن تنسجم وأن تكون هناك حكومة حرب، ولو يقللوا عدد الوزراء لكان أفضل. لو سمعت تصريحات وزير النقل تصريحات مخلة بحكومة شرعية، لأنها لا تدل على أننا نعيش كوحدة واحدة نقابل الحوثي كخط شرعي مشترك
هدفنا القضاء على الانقلاب والعودة إلى صنعاء. للأسف أيضا كان للأسف أيضا كان هنالك ذات الأمر ما يتعلق ببعض قرارات رئيس الوزراء الأخيرة في عدن، للأسف الشديد ربما هذه لا تخدم اللحظة التاريخية التي نعيشها. أنا سأعود إليك إذا دكتور عبد الوهاب العوج في المحور الثاني. تساؤل أساسي مستنبط من حديثك، هل يمكن عرقلة جهد البنك المركزي الأخير والمتصاعد باتجاه تحسين وضعية الاقتصاد والنقدية العامة للبلد، هل يمكن عرقلتها غدا في عمان؟ هذا التساؤل الأول في محوري الثاني. أذهب إلى فاصل وأعود. مجددا اهلا وسهلا بكم اذا اعزائي المشاهدين، وارحب بضيفي في المحور الثاني عبر السكايب عبد الواسع الفاتكي الصحفي والمحلل السياسي، وايضا يظل معنا الدكتور البروفيسور عبد الوهاب العوج الاكاديمي والباحث السياسي. اليك عبد الواسع، اهلا وسهلا بك في حلقه اليوم. اهلا وسهلا بك الدكتور عبد الوهاب وبكافة المشاهدين الكرام، حياكم الله. السؤال هو سأقسمه بينكما للتعليق عليه عن عمان غدا، هل يمكن عرقلة جهد البنك المركزي وهو الجهد المشكور الذي ربما حرك المياه في كثير من قضايا الوضع السيادي وأيضا القضايا الاقتصادية، هل يمكن ذلك يوم غد؟ تفضل. المعلن عن المفاوضات القادمة في مسقط بأنها تتعلق بالمفاوضات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمخفين قسرا، وبالتالي إذا تم إدخال الموضوع الاقتصادي أو الملف الاقتصادي وما قامت به الميليشيات الحوثية من تصعيد أخير ومن ردات فعل غير مسؤولة وغير منطقية كرد على إجراءات الحزم الاقتصادي للحكومة الشرعية، إذا ستكون مفاوضات أو الجولات القادمة في مسقط ستكون في مرمى الفشل، ومن المرجح أن تبوء بالفشل نتيجة بأن الميليشيات الحوثية ستحاول أن تبتز بورقة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بما أقدمت عليه هذه الميليشيات من احتجاز للطائرات، وستحاول أن تربط الملف الإنساني بالملف الاقتصادي. فإذا ما تم الإقدام على هذه الخطوة أعتقد بأن المفاوضات ستطول، وأن هناك مفاوضات وجولات قادمة، لأن الميليشيات الحوثية دائما ما حينما تشعر بأن هناك تقدم في الجوانب الإنسانية وستعود على المواطن اليمني وعلى الشعب اليمني بالفائدة، سرعان ما تضع كوابح أمام هذا التقدم، وهذا هو ديدنها وهذا هو سلوكها. وبالتالي نحن طبعا أمام ميليشيات لا تؤمن بالسياسة ولا تؤمن بالدستور ولا تؤمن بالقوانين، هي تضع كل القاطنين في مناطق سيطرتها موضع الرهائن، هي تتعامل بطبيعة ميليشياوية بطبيعة عصابة، وبالتالي هي لا تكترث لأي تبعات سياسية أو اقتصادية يمكن أن تلحق المواطن اليمني جراء ممارساتها الهمجية وممارساتها العبثية. هي أصيبت بالذعر الشديد حينما اتجهت الحكومة الشرعية للدفاع عن مسؤولياتها القانونية والدستورية واتخذت الإجراءات الحازمة في إطار ما يسمى بسياسة الحزم الاقتصادي، والتي يفترض أن كانت الحكومة الشرعية قد اتخذتها سابقا بعد بعيد نقل البنك المركزي إلى عدن، لأنه في الحقيقة هذه الإجراءات أيضا المواطن لن يسلم من تبعاتها، المواطن اليمني يدفع ثمن الإجراءات العلاجية الأخيرة أو العمليات الجراحية التي تقوم بها الحكومة للاقتصاد الوطني. والدليل على ذلك نلاحظ الانهيار المتسارع للعملة الوطنية
نحن أمام انهيار مريع ومخيف، وهذا يلقي بتبعاته على الوضع الإنساني المزري للمواطن اليمني سواء في مناطق الحكومة أو في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. بالتالي على الحكومة الشرعية أنها يكون لديها خطط واضحة وممنهجة، وأن تقدم على هذه المفاوضات وفق رؤية استراتيجية تمكنها من الدفاع عن مركزها القانوني والدستوري الذي للأسف الشديد تعرض لخطر كبير جدا. نحن في الحقيقة أمام منعطف خطير جدا حينما جلست الحكومة الشرعية على طاولة واحدة أمام الميليشيات الحوثية. هذا منح الميليشيات الحوثية اعتراف ضمني أو اعتراف غير مباشر بأنها ند الحكومة الشرعية، خاصة أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تمنح دائما الميليشيات الحوثية مكاسبا سياسية واقتصادية على طاولة المفاوضات ودائما في وساطتها مع الحكومة الشرعية أو في مفاوضاتها التي تجريها بين الحكومة الشرعية وبين الميليشيات الحوثية. دائما ما تخرج الميليشيات الحوثية لديها مكاسب، حتى مع التطور الأخير الذي قامت به ميليشيات الحوثيين واستطاعت أن توجه إهانة كبيرة جدا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من خلال الاختطاف العاملين في المنظمات الأممية والعاملين في المنظمات الدولية. وأعتقد لو كان هانس جرودنبرغ موجود في صنعاء اعتقلته الميليشيات الحوثية وكل ما ستقوم به الأمم المتحدة وإصدار بيان في مجلس الأمن. وبالتالي نحن أمام مرحلة حرجة على الحكومة الشرعية، على مجلس القيادة الرئاسي أن يعي بأن أي تفريط أو أي تنازل أو أي تجاهل للوضع الخطير الذي نعم. أنا سأعود إليك إلى الدكتور عبد الوهاب العوج عن ذات التساؤل في عمان، إذا ما تم فتح مجال لحوار ونقاش، وربما كان يفترض، يقول البعض سياسيا يفترض أن يكون الملف الأول اليوم هو لإغلاق هذا الملف ثم البدء بجولة الحديث عن المختطفين والأسرى وما إليها. هل يمكن عرقلة جهد البنك المركزي بالنظر لكل هذه التداعيات؟ تفضل. أنا أولا أشكر الأستاذ عبد الواسع على تحليله الرائع، وثانيا أقول لك أستاذ إبراهيم أخشى ما أخشى أن يكون فخا جديدا مثل ستوكهولم تقع فيه الحكومة الشرعية ويستفيد منه الحوثي. الآن كما أعلن الحوثي أنه سيناقش ملفين، الملف الاقتصادي والملف الإنساني، وبالتالي تداخل ملفين رئيسيين من المؤكد ومن المرجح أنهم يحاولون القفز على ما قام به البنك المركزي في عدن، ومحاولة يعني عدم إنهاء أي موضوع أو إغلاق أي ملف، فظل كل الملفات مفتوحة، الملف العسكري، الملف الأمني، الملف الاقتصادي، الملف الإنساني، بحيث أن الحوثي يظل هو المتحكم والشرعية مجرد لاعب ضعيف يكون رد فعله متأخرا وبطيئا، وهذا ما شاهدناه خلال سنوات. يعني للأسف الشديد أن مسقط يعني خطأ الكبير اللي فيها أنه لا يوجد لديها مرجعيات للحل، وكل الأمور مفتوحة على بعضها، ويعني من المؤكد أنه سيحاول أولا وقف كل الإجراءات التي قام به البنك المركزي في عدن حتى يدعي أنه سنذهب باتجاه مفاوضات السلام، مثل المراحل الثلاثة التي أعلن عنها هانس جرودنبرغ باتفاقية السلام قبل حدوث موضوع غزة وال 7 أكتوبر في غزة. يعني اللي حاصل الآن عندنا أننا أمام مجموعة كهنوتية تتلاعب بالحكومة الشرعية التي يعني لا زالت مخترقة من عناصر الهاشمية السياسية، ولا زالت أراها متباينة متفرقة، حتى أننا نجد أن المملكة العربية السعودية تحاول أن تتخلص من الملف اليمني وتخرج من هذا الخندق من خلال جعل اليمنيين يتفاوضون مع بعضهم البعض. والحوثي أعلن وصرح أكثر من رأي أنه سيتفاوض مع السعوديين ولا يتفاوض ولا يعترف بالحكومة الشرعية. فمن الأولى قبل الجلوس في أي مفاوضات الاتفاق على مرجعيات وعلى قرارات دولية. إذا لم يعترف بالجماعة الانقلابية فإننا نذهب نحو المجهول، وبالتالي نعم. هم يخففون عن ضغط البنك المركزي عليهم، وبالتالي هذا الذي حدث من اختطاف الطائرات أو من إيقاف تصدير النفط أو من تهديدهم للملاحة الدولية وللأجواء اليمنية أصبح لا مجال لأي مفاوضات سيستفيد منها الحوثي، وسنكون مكبلين بضغوط من المجتمع الدولي ومن الراعين المحليين والدوليين من خلال من يقول أن السلام ونترك للمواطن وأنه مثل ما صار في قضية الحديدة. للأسف الشديد الحكومة الشرعية ترتكب الخطأ وراء الخطأ،
الجماعه الحوثيه لا يمكن الدخول معها بمفاوضات طالما لم يطلقوا اسرى مثل الاستاذ محمد قحطان، مثل الاف الاسرى المختطفين من سنوات بدون مبرر بدون اي داعي. وبالتالي فانا اخشى ما اخشى انه سيكون المسقط هو لمصلحه الحوثيين وجعلهم طرفا شرعيا معترف به من خلال هذه المفاوضات المكروكية التي لم تفضي إلى شيء. إذن قبل كل عملية تفاوض للأسف قبل الجلوس إلى أي طاولة كان الحوثيون يعمدون إلى رهائن على شكل يعني اختطافات أو سواها، آخرها طبعا اختطاف الطيارات وأطقمها، تفسير ذلك أصبح واضحا من خلال طرحيكما. لكن بالنظر إلى زاوية أخرى، مرت عملية إرهاب الحوثيين بشأن قصف منشآت نفطية بمحافظتي حضرموت وشبوة قبل عامين، قرابة عامين، لم يتخذ أي من دول العالم موقفا ما، وما يزال التصدير متوقفا حتى اليوم بأضراره الاقتصادية على ميزانية الدولة وعلى مؤسساتها وعلى انهيار العملة المستمر والأخير أيضا. هل يمكن أن يختلف الأمر بخصوص الطائرات؟ والتساؤل لك عبد الواسع الفاتكي. لا يمكن أن يختلف الأمر بخصوص الطائرات. علينا أن ندرك بأن وجود الحوثيين أصبح عبارة عن حاجة وضرورة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياسة دعم الأليات في المنطقة لضرب الدولة الوطنية العربية، وبالتالي يعني ما تزال نعم. ولايات ما تزال لعبة ومسرحية لدى الولايات المتحدة الأمريكية على حسب قولك؟ بالتأكيد قناعتي الشخصية وقناعة كثير من المتابعين للشأن السياسي اليمني أو حتى العربي، الحوثيون عبارة عن جزء من المنظومة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سياستها التي تتبعها في المنطقة العربية منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهذه السياسة تنطلق من دعم الأقليات الشيعية للقضاء على الدولة العربية القومية. وأما ما يعلن في إطار وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار وسائل الإعلام، في إطار التصريحات ما بين القادة الأمريكيين أو قادة ميليشيات الحوثيين، فهذا ذر الرماد على العيون. الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق في سياستها الإعلامية أو حتى في موقفها الحقيقي من باب الدعاية السوداء، فيتمنح الميليشيات الحوثية العداء المعلن بينما هناك تخادم حقيقي بينها وبين الميليشيات الحوثية. ولذلك نلاحظ موقف الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق ستوكهولم وما قبل اتفاق ستوكهولم، موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هاتان الدولتان استخدمتا حق الفيتو عندما كان الجيش الوطني على مقربة من ميناء الحديدة ورفعت لافتات الجوانب الإنسانية ولافتة دماء المدنيين، بينما تغض الطرف عن آلاف وعشرات الآلاف من الجرائم. مرت جريمة رداع التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في رمضان الماضي كنموذج من نماذج العنف الذي تمارسه هذه الميليشيات بحق نعم. الشعب اليمني مرور الكرام أمام المجتمع الدولي وأمام الولايات المتحدة باعتبارها هي تمثل قطب رئيسي جدا وتمثل دولة محورية هامة بالنسبة لما يدور في اليمن. اتضحت الفكرة. إذن الوضع الإنساني يرفع كلافتة فقط إذا ما تقدم الجيش الوطني وإذا ما كانت الحكومة متواجدة على الأرض وقادرة وقريبة من الوصول لتحقيق أهداف استعادة السيادة، لكن إذا ما كانت المعاناة الإنسانية ناتجة عن أفعال حوثية فإنها تمر مرور الكرام كما أفهم. في الموازنة بين التفاوض في ظل هذا الوضع والعمل على إنهاء الجرائم الإرهابية الحوثية بحق الوطن والمواطن، أيهما سيتقدم غدا؟ السؤال غدا ممكنني. نعم دكتور، فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الوهاب. نعم معك تفضل. الحكومة الشرعية تكيل للوضع الإنساني كل اهتمامها وتتعامل من منطلق المسؤولية الدستورية والقانونية، سواء للذين يسكنون في المناطق المحررة أو لليمنيين الذين قاطنين تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. وللأسف الشديد هذا انعكس صوت على الحكومة الشرعية، لأن المجتمع الدولي حينما يضغط من باب الجانب الإنساني لأنه يتعامل مع حكومة معترف بها دوليا،
لكنه في نفس الوقت يغض الطرف عن المآسي الإنسانية وعن المتسبب الأول والأخير للوضع الكارثي الذي وصلت إليه اليمن والمتمثل بانقلاب الميليشيات الحوثية. وبالتالي نحن نقول بأن الجانب الإنساني بالنسبة للحكومة الشرعية سلاح ذو حدين. من الناحية الإيجابية أنه أرادت الحكومة الشرعية أن بحكم موقعها الدستوري والقانوني وبحكم أنها حكومة معترف بها أن تقدم عددا من التنازلات للمجتمع الدولي، باعتبار أنه سيحقق ذلك انفراجات على الوضع الإنساني سواء في مناطق المحررة أو المناطق المحتلة. لكن المجتمع الدولي استخدم حرص الحكومة الشرعية كعصا أو كنوع من الضغوط التي يمارسها على الحكومة الشرعية لانتزاع مزيد من التنازلات. في الحقيقة التنازلات هذه استفادت منها الميليشيات الحوثية. الجانب الإنساني الذي تحقق به المجتمع الدولي في عندما أرادت الحكومة الشرعية تحرير ميناء الحديدة، من الذي استفاد منه؟ الميليشيات الحوثية. فتح ميناء الحديدة أمامها وظهرت بالتالي وظهرت صارت الآن أستاذ إبراهيم صارت الآن تجني مئات المليارات من الريالات التي توظفها في حربها ضد الدولة وضد الشعب اليمني. حتى بالنسبة لمطار صنعاء لم يستفد منه سوى بعض المرضى وبعض المسافرين، والمستفيد الأول والأخير هو الميليشيات الحوثية التي استطاعت من إذن هل هنالك ضمانات؟ نذهب لمفاوضات كما يقول البعض، كيف تذهب إلى مفاوضات؟ هل هنالك ضمانات بتنازلات حوثية في ملفات الاقتصاد والطائرات، تحديدا ملفي الاقتصاد والطائرات؟ فيما يخص الأسرى هنالك الكثير من الاتفاقات لم تنفذ. دعنا في القريب، في العاجل، في المهم، في الأكثر إلحاحا، ملفات الاقتصاد والطائرات، تفضل. الضمان الأول والوحيد الذي سيؤثر على الميليشيات الحوثية استمرار الحكومة الشرعية في اتخاذ الإجراءات التي تجفف الموارد على الميليشيات الحوثية. التراجع سيسبب كارثة عظمى، ستفقد الحكومة الشرعية ثقتها أمام المواطن اليمني، وستكون موقف الحكومة الشرعية موقف مهزوز، وهذا سيؤثر عليها. وبالتالي النكوص إلى الوراء أعتقد أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تجعله مستحيلا. الأشياء الثانية أنه لابد من اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللاحقة تقطع على الميليشيات الحوثية السوق السوداء التي أنشأتها للاستيلاء على العملة الصعبة. حتى في فتح الطرقات هناك جانب اقتصادي دفع الميليشيات الحوثية لهذا الجانب، لأن الميليشيات الحوثية حينما القرارات البنك المركزي الأخيرة التي اتخذت شعرت الميليشيات الحوثية أنها في مقزق اقتصادي، وبالتالي هذا دفع إلى فتح الطرقات سواء في تعز أو في مارد لعلها تستطيع أن تصرف وتضارب بالعملة الوطنية من خلال مليارات وعشرات المليارات من العملة أو الطبعة الجديدة التي صادرتها على التجار وعلى المواطن اليمني. وبالتالي نلاحظ أن هذا لربما هو سبب رئيسي من الأسباب التي دفعت إلى تراجع العملة الوطنية في الآونة الأخيرة. إذن بالتالي على الحكومة الشرعية الاستمرار في ردع هذه الميليشيات وفي استخدام سلسلة الإجراءات التي تحافظ على القطاع المصرفي من مزيد من التدهور، والتي تحاصر الميليشيات الحوثية خاصة في الجانب الاقتصادي، لأن المعركة مع الميليشيات الحوثية معركة متكاملة، والمعركة الاقتصادية تأتي بالدرجة الأولى. معركتنا ليست معركة عسكرية فقط. ماذا عن نقطع موارد؟ نعم تفضل يا أستاذ إبراهيم. ماذا عن الطائرات؟ نعم. هل يمكن أن يكون هنالك قرارات حاسمة كإغلاق مطار صنعاء، كتهديد أيضا بإغلاق موانئ ميناء الحديدة كميناء استقبال للسفن والواردات؟ هل يمكن الذهاب هنالك بعيدا في خطوة متقدمة للطاولة، من أجل طاولة قوية للحكومة الشرعية؟ تفضل. أوافقك الرأي أستاذ إبراهيم. إذا أقدمت الحكومة الشرعية على إغلاق ميناء الحديدة وإغلاق مطار صلاة، أعتقد هذه ورقة قوية جدا، وستختصر التكلفة وستختصر الزمن، وهناك مبررات منطقية أمام المجتمع الدولي بالنسبة للحكومة الشرعية، باعتبار أن اتفاق ستوكهولم لم يلتزم الحوثيين بأي شيء منه، ولم من والتهديد الإرهابي أيضا لم يقوموا بأي نعم لم يقوموا بأي شيء الحكومة. نعم تفضل. نعم والتهديد الإرهابي بالإضافة إلى الوصف الجديد لهم كإرهاب وأعمالهم في البحر الأحمر. نعم
صحيح صحيح، توصيف الميليشيات الحوثية استراليا اقدمت على توصيف الميليشيات الحوثية بأنها إرهابية، كذلك الولايات المتحدة سابقا صنفت الميليشيات الحوثية بأنها إرهابية، وقبل ذلك مجلس الدفاع الوطني أصدر قرارا بأن جماعات الحوثيين جماعة إرهابية، وبالتالي هناك مبررات دستورية ومبررات قانونية ومنطقية تجعل الحكومة الشرعية تقدم على هذه الخطوات. هل تنتظر الحكومة الشرعية أن تقدم الميليشيات الحوثية على مزيد من التصرفات التي تفقد الحكومة الشرعية أوراق القوة وأوراق الضغط؟ للأسف الشديد هذا ما لا نتمناه. الحكومة الشرعية للأسف الشديد تنتظر الميليشيات الحوثية حينما تتصرف ثم تقوم بردة الفعل، بينما الأصل على الحكومة الشرعية أن تبادر وأن تتصرف كدولة، كحكومة، كدولة مسؤولة عن المستقبل اليمن، مسؤولة عن حياة شعب، مسؤولة عن حماية النظام الجمهوري. هي أمام عصابة وأمام ميليشيات إجرامية لا يهمها لا أعراف إنسانية ولا قيم ولا مبادئ، بينما المجتمع الدولي كل ما يريده فقط مراعاة مصالح الدول الكبرى، ويريد هانس جرودنبرغ تحقيق نصر شخصي، وباعتبار أنه أنجز مهمة صعبة خاصة مهمته في اليمن. وبالتالي على الحكومة الشرعية أن تستمر في مواقفها، بل عليها أيضا أن تسحب البساط من أيدي الميليشيات الحوثية، وأن تستعد لمعركة وطنية فاصلة. نحن أمام مشروعين نقيضين، مشروع الجمهورية، مشروع الإمامة، مشروع الديمقراطية ومشروع الولاية، وبالتالي ضمن أبجديات وضمن أدبيات وضمن فكر الميليشيات الحوثية هناك ما يناقض السلام في اليمن، وأن ما يروج له المجتمع الدولي للشعب اليمني عبارة عن وهم. على اليمنيين، على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية أن تستعد لمعركة مصير، معركة وجودية لاسترداد الدولة ولاسترداد الجمهورية وللحفاظ على حاضر ومستقبل اليمن. سنتفائل إذن بمثل هذه القرارات وبمثل هذه الإجراءات وبمثل هذه العودة للحكومة الشرعية لممارسة أدوار أكثر قوة وصلابة في إزاء تمرد الحوثي وإزاء عبثه بالشأن العام وبالاقتصاد الوطني وبكل مفردات السياسة والسلام في اليمن. أنا أشكرك جزيل الشكر عبد الواسع الفاتكي الصحفي والمحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب. أشكر البروفيسور عبد الوهاب العوج الأكاديمي والباحث السياسي أيضا. أشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة، ألتقيكم في حلقة قادمة من على الطاولة، في أمان الله.